أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الموجز الإخباري من أو عفوا الموجز الاقتصادي، ونبدأ مشاهدينا الكرام بقراءة الأخبار المحلية. وأولى الأخبار، طالبت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني المواطنين والتجار بعدم استهلاك وتسويق حمص شتراوس المنتج في العبوة ذات 650 جراما، والتي تنتهي صلاحيتها في 6 أيلول المقبل، وذلك لشكوك بوجود بكتيريا السالمونيلا في دفعة واحدة من الإنتاج. وقالت الوزارة إن شركة شتراوس دعت المواطنين بعدم تناول هذا المنتج، مضيفة أن كميات صغيرة من هذا المنتج قد وزعت على مراكز البيع. وللتعليق على هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا عبر الهاتف السيد إبراهيم القاضي، مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني. أهلا بك مهندس إبراهيم. يسعد مساك ومساك المشاهدين الكرام. نعم، هي ليست المرة الأولى التي تمنعون فيها بعض المنتجات الإسرائيلية وتحظرونها من السوق خلال هذا الشهر، مثل مشروبات سبرينغ والتي ثبت أنها غير صالحة للاستخدام الأدمي، إضافة إلى حمص شتراوس الذي يحتوي على بكتيريا السالمونيلا. إذن ما هي الخطوات التي سوف يتم اتخاذها أو ستتخذها وزارة الاقتصاد للحفاظ على المستهلك الفلسطيني من المنتجات الإسرائيلية؟ تفضل. أختي الكريمة، هذه بالفعل هي ليست المرة الأولى، قد تكون هذه المرة الثانية خلال هذا الشهر، ولكن خلال عام 2017 أكثر من 11 منتج إسرائيلي تم حظره لفترات متفاوتة. هذه الشركات هي الشركات الأكبر في إسرائيل، إذا بنحكي عن حمص شتراوس، شركة عود معروفة، وسبرينغ لشركة يافورا، وهذه المنتجات هي الشركات الأكبر، واللي هناك للأسف الشديد ظن لدى المستهلك الفلسطيني بأنها الأكثر جودة، وهذا ما ثبت عكسه تماما. صحيح. من خلال الفحص حتى في المختبرات الإسرائيلية نفسها اللي منعت هذا المنتج. لكن بنحب نطمن المواطنين أنه مشروب سبرينغ بالتحديد غير متواجد من خلال جولاتنا في الأسواق المحلية، إلا أنه قمنا بالتحفظ على كافة المنتجات للتأكد من سلامتها. نعم. للمستهلك الفلسطيني. نعم، هنا أود أن أنوه إلا أن الشركات الإسرائيلية قامت بالتنويه للمستهلك الإسرائيلي بعدم صلاحية منتج سبرينغ، ولكنها لم تعلم الجانب الإسرائيلي. إذن هناك عدم احترام للمستهلك الفلسطيني. شكرا أختي الكريمة، بالفعل هذا دليل عدم احترام للزبائن العرب، سواء كانوا تجار أو مستهلكين. لأنه كان الأولى بهذه الشركات أو حتى موزعيهم أو ما يسمى بوكلاء لهذه الشركات، كان عليهم احترام القانون الفلسطيني واحترام المستهلك الفلسطيني وإعلامهم عبر الصحف المحلية عن سوء وعن رسوب هذه العينات. وهناك أيضا محاولات مستميتة في الفترة الأخيرة لإدخال مواد قاربت على الانتهاء، ليس فقط منتجات إسرائيل بل من خلال تجار إسرائيليين، مثل ما حدث الآن. أختي الكريمة، إحنا حاليا نقوم بمصادرة 1200 كرتونة بسكوت بجهود حقيقيه لمحافظه رام الله والبيري ودعم ومتابعه من وطبة المحافظ وبلديه البيري. الان نقوم بمصادره 1200 كرتونه بسكوت منتهيه الصلاحيه، حاولوا توزيعها على اسواقنا المحليه. اذا سوقنا مستهدف سواء من المصنع الاسرائيلي او من التاجر الاسرائيلي. نعم. لهذا السبب دعوتنا دائما وابدا هي، نعم، يعني لو امكن مهندس ابراهيم ان ننوه لنقطه اخيره، وهي كيف ممكن ان نرفع مستوى الوعي عند المستهلك. نعم. المحلي الفلسطيني بجوده المنتج الفلسطيني وتفوقه في بعض الاحيان على المنتج الاسرائيلي. هو حقيقه في كثير من الاحيان هناك صناعات اللحوم، صناعات البوظه، صناعات الحليب، هناك كثير من المنتجات، صناعات الادويه، المفروشات، قد لا يكون هناك مجال لذكرها كافه، لكن على الاقل يكفي ان هذه المنتجات تخضع لرقابه من قبل وزارتي الصحه والاقتصاد الوطني، وهناك مصانع حازعه على شهاده الجوده الفلسطينيه، وبامكان متابعه اي قضيه مباشره. وهناك بعض المصانع الفلسطينيه حينما ثبت ان لديها تلوث قامت بالاعلان بالصحف المحليه. نعم، يعني استاذ ابراهيم، من خلالك نطمئن الجمهور والمستهلك الفلسطيني بان هناك رقابه تامه على المنتجات التي تورد للسوق الفلسطيني. نشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات، شكرا لك.
إذن مشاهدينا الكرام، نكمل الموجز الاقتصادي وإلى خبر آخر. أعلنت وزارة المالية والتخطيط الإدارة العامة للبترول أن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك لشهر آب في كافة أنحاء الوطن اعتبارا من يوم غدا كما يلي: السولار 5.97 للتر البنزين، أما السولار من نوع 95 فهو 6.36. أما مشاهدينا الكرام، بالنسبة لإسطوانة الغاز فهي طبعا 5.26 شيكل، أما إسطوانة الغاز من طراز 12 كيلوغراما هي 63 كيلوغرام هي 12 شيكل. ننتقل إلى خبر آخر فيما يخص أسعار النفط. انخفضت أسعار النفط بعدما أظهر تقرير أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك بلغ مستوى مرتفعا لعام 2018 في يوليو، غير أن المخاوف من تعطل الإمدادات حدت من الخسائر، وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم سبتمبر 7 سنتات إلى 74 دولارا فارزة 90 سنت للبرميل عند الساعة 10 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعها 68 سنت أو 0.9% الاثنين. كانت هذه أهم الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية. نعود إلى الزملاء.